ومعاكم عزوز مونكي. بعد ما خلصت دانكن دونت هرجع ثاني من كوبري السلي لحد ما كنزر ابراهيم. طبعا ده تحديان من غير مركب سياره، لا تاكسي ولا مشروع ولا اي حاجه. طبعا ده اللي عايز يخش واللي عايز يحرق الدهون لازم يقدر على التحدي ده، تروح وتيجي. انا لازم اروح واجي. طالما انت عندك طاقه وباور تروح وتيجي عادي. طبعا انا بعد ما خلصت اروح بقى امشي لحد اسكندر بري. شجعونا بقى على التعليقات بقى، اتفاعلوا كفايه نوم في القناه، التفاعل بقى قليل وانا اهو بنزل حاجات مفيده وكمان بشجع حاجات بتهم الناس في الحياه عن الرياضه وعن حاجات بتخش الرياضه.